بغداد إحدى العواصم التي تفتقر لأبسط مؤشرات الحفاظ على سلامة مواطنيها من الناحية المرورية، فبالإضافة إلى قلة إشارات المرور هناك انعدام لمجسرات عبور مارة تقلهم من رصيف إلى آخر، خصوصا وسط الطرق السريعة، فمن أراد عبور هذه الشوارع عليه المجازفة بحياته أو الانتظار مدة طويلة، عسى أن يشفق عليه أصحاب السيارات ويخففوا من سرعة سيرهم ليسمحوا له بالمرور على الرغم من خطورة توقف هذه السيارات ولو لبرهة من الزمن، كون هذه الطرق هي طرق المرور السريعة للسيارات. طبعا يعاني الكثير من المواطنين في بغداد من مسألة العبور من جانب إلى آخر، لأنه هناك الكثير من الازدحامات والكثير من السيارات في الشوارع، عندما يعني تعبر من جهة إلى جهة أخرى لا توجد حتى خطوط العبور التي يعني مسحت من الشوارع، لا توجد. لكن هناك أيضا المجسرات التي تستطيع أن تستخدمها من العبور من جانب إلى الجانب الآخر، هناك الكثير من هذه هي شبه يعني متآكلة وشبه مهدمة، وطبعا هي أكيد قليلة. حوادث كثيرة بسبب قلة هذه المجسرات، فلا تخلو ذاكرة بغدادي من مشهد لحادث سير وقع أمام ناظريه بسبب هذا التقصير الحكومي. وبالرغم من قلة تكاليف إنشاء المجسرات، إلا أن بغداد تفتقر لها وأعدادها باتت بعدد الأصابع. طبعا وماكو واحد ما صار يعني مرة، يعني أنا شفت حادث ببغداد بالليل، يعني خصوصا اتصور بالبياع انه مواطن راد يعبر، يعني رجل كبير، يعني اصحاب السيارات ما يعني خفف السياره حتى هذا يعني، والحمد لله يعني هو مو اصابه كلش قويه بس قليل، بس ما لان الرجل راد يعبر ماكو مجال للعبور، يعني ماكو خطوط للعبور. انا هاي اللي لاحظته عرضت حادث، يعني هسه اذا اكو طريق سريع انت تريد تعبر كمو، لا اكو جسر يعبرك إلى الجهة الثانية، ولا أكو خطوط عبور يعني تعبر أنت تجازف في نفسك. المجسرات في بغداد رغم قلتها إلا أن أغلبها أنشئ منذ أكثر من 20 عاما، بعضها تهالك وبعضها الآخر أغلق وأغلبها اندثر، ليكون هذا الأمر ناقوس خطر يهدد سلامة المواطنين. من بغداد محمد فراس، التغيير.